ختاما إلى ميشيل حداد وأحوال الطقس. بنك الاعتماد اللبناني 50 سنة بخدمة لبنان. بونسوار. تأثير ألكساندرا أو المنخفض الجوي اللي حول طقسنا إلى ممطر مستمر لبكرة، ونهارنا رح يكون غائم وممطر مع هواء قوي وتلج على ارتفاع 1000 متر وأقل بالداخل. اتجاه رياح جنوبي غربي، الحرارة على الساحل عم تسجل أقصاها 15 درجة، على المرتفعات تتراوح بين درجة واحدة وعشر درجات، أما بالداخل فبتتراوح درجات الحرارة بين 7 و10 درجات. رطوبة عالية على الساحل، الهواء متوسط سرعة بيقوى ببعض الأوقات، البحر مائج والجو مثل ما ذكرنا غائم وممطر مع تلج على ارتفاع 1000 متر وأقل بالداخل. جولة من الجو بتاخدنا فوق بعض المناطق وضع اللبنانية لنشوف كيف طقسها، ومنبلش جولتنا من منطقة لقبيات مع 10 درجات، 8 بأصيب شري، درجة واحدة 5 بتنورين، 3 بحراجل، وأكيد عم تطلش بهالمناطق الدوار 8 11 بالبيرة جزين 10، صيدا وصور 13 درجة، مننتقل لمنطقة القليع 10 درجات، 6 بباب مارع، نوصل عشتورة 7، والختام بيكون بمنطقة القدام والقع مع 8 درجات. لمحة سريعة عن طقس بكرة والثلاث أيام اللي جايين. بكرة الجمعة مثل ما قلنا رح تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر والحرارة بتسجل أقصاها 15 درجة. بالويك أند بنشوف انفراجات والجو غائم جزئيا، الحرارة بترتفع ل 19 وبترتفع درجة واحدة نهار الاثنين لل 20 درجة. ليلة كمان اخترنا لكم عدد من الصور يلي وصلت لنا على يو ريبورت على ويب سايت الام تي في والام تي في اب، وصور اليوم وصلت لنا من الياس كريم من مزيارة، الصورة الثانية من ميشيل بونصار من كفر حلدة، والصورة الثالثة وصلت لنا من سامر حايك من اهمش. انتو كمان فيكن تكونوا مراسلين للام تي في وتبعتوا لنا صوركن حتى نعرضها بنشراتنا. انتبهوا على الطرقات وين ما كنتوا رايحين، وانا بلاقيكن بكره. نشرتنا انتهت، تابعوا دائما اخبار الام تي في على تويتر ام تي في لبنان نيوز وفيسبوك ام تي في لبنان، عبر موقعنا الالكتروني mtv.com.lb. القاكم عند منتصف الليل، الى اللقاء. الى اللقاء.